إذن متتبعينا الكرام مشاهدي قناة شوك تيفي صباح الخير عليكم وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشر معكم من السوق الأسبوعي غنيميين نواحي مدينة الدار البيضاء كما كتعرفوا صيف صيف وأكيد كيكون كنشوفوا واحد يعني دخول يعني الموسم دخول موسم صيفي وكنشوفوا أيضا دخول ديال واحد الأنواع ديال الفاكهة اللي كيحبوها المغاربة كاملين ومن بين هذه الأنواع مشاهدي اللي كيحماقوا عليها المغاربة يا السويلة شوفوا معنا تبارك الله من قلب السوق الاسبوعي ها هي السويله اللي كاينه الخير موجود تبارك الله غادي نتعرفوا على الثمن وغادي نشوفوا مين كيجيبوها زعما كيفاش نختاروا السويله اللي كتكون مزيانه الى اخره السويله فيها الشيء ديال الكاليتي صافي بداو السلام عليكم السلام عليكم الله يحفظك كلشي بخير الله يكبر بك شحال ثمن السويله 4 دراهم 4 دراهم صافي 4 دراهم تقريبا كل وحده شحال كتكون فيها؟ مليح كل مقاداش كاين سويله مقاده كيلو ونص جوج ثلاثه اربعه حتى الخمسه دابا هذه مثلا شحال تكون فيها جوج؟ تقريبا جوج جوج ورابعه بحال هكاك يعني الثمن بعدا كيفاش؟ الثمن مناسب زوين الثمن زوين سويله مليحه القيه الكاليتي دابا سويله راه فيها وفيها اختيار انا الكاليتي كاين الكاليتي ما عرفتوش هضر على الكاليتي الخبز ديال الباطا كنشوفوا ها هي كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذه هي السويله الحلاوه الحلاوه موجوده الحلاوه كاينه هنا هذا نشوفوا نشوفوا مع فيتو وعدي نشوفوا شوفوا انتم مشاهدينا الكرام شوفوا السلام عليكم السلام انت اللي كتعبر انا اللي كنعبر الباطون ديالكم نعم كي غدا الامور نفسه الحمد لله مزيانه مزيانه ثمن سويله 4 دراهم 4 دراهم لا غلا على مسكين لا غلا على مسكين ومنين كتجيبوا بعد السويله؟ دكاله خلطه دكاله شيشاوه اها واش كتاخذوها من البلاد ولا كتاخذوها من البحيره من البحيره من البحيره شحال كتقام عليكم تقريبا من البحيره؟ كتقام ب60 يعني كتكون عندكم غير شي درهم ربح هكاك ما مشى بزاف الله يجعل البركه كاين صيف واخا علاش كتجيو السوق دابا؟ وانا ثلاثه اربعه سته ديال اش؟ ليل ثلاث ليل ثلاثة أيام نتوما هنايا؟ والله تشد البلاصة ما كتنعسو ما حتى شي حاجة مرة مرة واخا ملي كيجيو مع ثلاثة شنو أول حاجة كديرو؟ كنبقاو واقفين أها كريو البلايصة أييه واش اللي عطل؟ دابا هاد البلاصة كارينة كريو يعني ماشي كتجيو كتخدمو فيها شحال كتكريو تقريبا؟ 70 يعني كتكون عندكم مصاريف ضرورة السلام عليكم لاباس لاباس ما كانش نجي حداك ولكن قدامي هذا ماشي مشكل السلام عليكم بعد لاباس بخير لاباس بخير امورك مزيان عاودي على الاجواء كي دايره الاجواء كلشي زين الحمد لله خير موجود خير موجود السلعه موجوده كلشي موجود واخا الثمن ديال السويله اليوم كنشوفوا 4 دراهم الكيلو اليوم 4 دراهم دابا السويله بدات كتقل مع الحراره ياك هذا كتخسر دابا خاص اللي محتفظ على السويله كيبيع دابا غادا توصل حتى ل 5 دراهم ياك مازال كتجي واش دابا قليله السويله دابا قليله السويله دابا راه كاين مويان كاينه 1200 كاين المليحه كاينه 1600 1700 الصندوق ولكن علاش قليله كاريتي في المليح دابا الشمس اللي داس مرضت السويله مرضت الدلاع الحراره هي اللي الحراره خسرت شويه ديال هاد السلعه ايوا دابا السلعه اللي مزيانه راه طالعه في الثمن هذا هو اللي كاين الثمن ديال السويله هذه شحال دابا 4 دراهم باش كنبيعوا فيها شحال كان دايره تقريبا ملي كتكون رخيصه شحال كتكون كان دايره 50 جوج درهم ونص جوج درهم ونص اللي كانت موجوده كانت تقريبا وحده كتبقى معك ب 5 دراهم كتبقى معك ب 5 دراهم رخيصه دابا الثمن شويه دابا ولات كتبقى معك ب 10 دراهم واخا دابا المواطنين هنا في السوق الاسبوعي ملي كيسمعوا التسويله 4 دراهم واش كتكون شي اقبال شويه كياخذ قدامهم ساكن انت هما على قدهم كل واحد كياخذ على قده اللي عنده الوليدات راه كيدي داره وكيدي ثلاثه الحبات اربعه الحبات ما غاديش دلي على 1200 ولا واحد يا اخي هذا هو اللي كاين لا راه هو اختيار المليح المليح راه كيتباع عليه هو عزيز عليه المليح راه كياخذ الحاجه المزيانه واللي عزيز عليه يدي شي راه كاين شي كيقلب عليه دابا هذه لا كاليتي اللي هذه كاليتي في السوق الغليميين كاليتي ديال الغليميين تبارك الله سويله كاليتي ديال الغليميين هنايا هنا في السوق الاسبوعي انا ما زاد كاين اقبال سميتها ما زادت شنو؟ ما زاد علاش واش السويله فيها فيها انواع شنو هما الانواع اللي كاينه خويا؟ فيها شله انواع هي ماشي غير ماركه واحده علاش مثلا؟
حياش مثلا انواع اللي تقول لنا شي انواع ديال السوينه ولا احسن قول لي تفهم نقول لك نسيتو نسينا لي ما كاين ديالكم ديالكم اي كاين بيجو كاين شنو ما عارف فيها ديالكم البيجو ما زاد والمزاده دابا هادي شنو عندك مزاده والبيجو شحال دايره بحال هنا كاين في الضوء ماشي بحال بحال كيكونوا مختلفين كيكونوا مختلفين والمزاده كتكون حلوه على الاخرى ياك دابا ديال الحلوه اللي عندك هادي مليحه يا ملعسك حارس معنا المشاهدين الكرام هناك اخبار من طرف المواطنين هنايا على وجهك غنتقداو ياك شحال جيتك بعدا جاب الاذاعه شحال غتاخذ شحال غناخذ وا ناخذ شي 4 ولا 5 ان شاء الله يلا بانو دابا 4 شحال الكيلو نشوفوا شحال هي 80 هادي راسي هادي راسي هادي راسي ان شاء الله الجودة راه باينة تقرا دقنا معاك السيد هذا ان شاء الله راه جاي من واخا واخا هذا جاي من هذا شحال غتاخذ اخويا؟ لا جاي من حي الفرح قول لي شحال غتاخذ؟ غناخذ 4 الحبات 4 ولكن شوف شرط شرط كاع بشرط الا ما كانوش مزيانين غنجيبو من الكتاب نضربو لك على راسك اش راه والله يا زوينين هادو كيعطيك راه نزيد ندوق نزيد ندوق باش يخبي لي تعدو شوف هذا راه شبع ما بقاش بغا يشري سلام الله تغناخذ ولكن لا مولا قال لك جود من الجدود ماشي من الموجود اللي مولف جود واش دابا يعبروا لك تبقى يعبروا لك لا لا هذه ما بقاش تاخذ ما بقاش تاخذ الدنيا عمرك تبيع عيان نعزل معاك نعاونك واه اللي بالك عاوني عاوني عاونيني لا سلاتي انا شو واش كنعرف نعزل بعدا ولا ما كنعرفش نعزل شمع شمع هذه شمي علاش كتعرف من الريحه من الريحه الريحه كتكون دابا هذه الريحه هذه ما صات غير مليحه مليحه تعال عاد من السويله راه جاب الاذاعه اليوم سويله 4 درهم سويله 4 درهم تبارك الله على حساب شوف تي في غادي لكم على حساب هذا السيد هذا غادي يدير لكم بروموسيون بروموسيون الله يرحمها على مسكين هاي وحده فابوره ومو السويل كيلو معمور وحده فابوره شوف بها الميزانه شوف شحال هذوك أصغر ها؟ احنا نجيو عندك صح هاك اخويا انا سكيت قداو صراحه وسميه تبارك الله زوينه هنايا السوق وانت يا بلادي انت دقتي ولا ما دقتي والو دقت اخويا دقت بغيتي ندوق على المباشر ندوق على المباشر هاك ودوق يا خويا الدارية خاصها باش عرفوك احنا ندوق معاك واش فيها لنا المريح ولا فيها لنا لا كاين كاين لا ما يدوق شحال احمد والله يا زوين عبر السيدات نشوف الميزان ها هي من عندو عبر ما يقلعش اللي قال انا ها هو وري 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 عليكم النصابة النصابة وسير بحالك الله تعب المليح والله شوف النصابة يا ويلي زوين ها شوف انا كملتها الصحة والراحة هذه ديال المرجان ديال المرجان 500 هاك اخويا الصحة والراحة رامي كا الناس وقول الناس مرحبا مرحبا بكم في مرحبا بكم يا الغليميين راه كنت تساري يلا معنا الدكتور مرحبا بكم على الشرف بعد الغليميين بلاصة ولا زوج سر الدراري شوفوا متتبعينا الكرام تبارك الله السويلة 4 دراهم صحة وراحة اخويا متتبعينا الكرام هانتوما كيما كتشوفوا كنتواجدوا الان عند مول السويلة تبارك الله السلعة بدات كتنفذ له الكيلو 4 دراهم فقط بسوق اسبوعي ولكن تبارك الله راه داك الشيء كاليتي شكرا لكم الله يحفظكم الله يسر لكم اذا متتبعينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعه ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر الى اللقاء